السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في روزلاند. النهاردة يا جماعة معانا في روزلاند ان شاء الله شنطة سكاكين حلوة جدا زي ما انتوا شايفين كده، امكانياتها حلوة. شنطة السكاكين دي ان شاء الله هتلاقيها في جهاز كل عروسة، وان شاء الله احلى هدية ممكن كمان تقدميها لست الكل في عيد الام. شنطة السكاكين بتاعتنا دي نوعها ايه؟ شنطة السكاكين دي يا جماعة نوعها صيني. طب عددها 24 قطعة. طب لو انا عايزاها اعمل ايه؟ هتاخدها سكرين زي ما انا شايفاها كده، او زي ما انت شايفاها كده بالظبط، هتاخدها سكرين هتبعتيها لنا على الواتساب. فين رقم الواتساب؟ هسيبهولك ان شاء الله في اول كومنت مثبت في صندوق في الكومنتات. صندوق ايه؟ في الكومنتات. تمام، تعالوا بينا اما نشوف الشنطه الحلوه دي ونشوفها امكانيات كل سكينه شكلها ايه ومواصفاتها ايه. يا ريت يا جماعه نشجع القناه باللايك والاشتراك فيها وكمان كومنت حلو نصلي فيه على سيدنا محمد. وتعالوا بينا اما اقول لكم اول حاجه معايا في الشنطه. معايا ان شاء الله اول حاجه في الشنطه كده المخرطه الحلوه دي، مخرطه حاميه جدا، المقص الحامي او مسن السكاكين، حامي السكاكين او مسن السكاكين. تعالوا بينا اما نشوف الدور الاول فيه ايه يا جماعه. معايا السكينه العريضه دي، بتكون سكينه دبح، سكينه دبح او دبيح، بتكون سلاحها طويل وعريض. السكينه رقم 2 اللي هي دي بتكون برضو سلاحها طويل اطول وارفع. تمام، بتكون غالبا للدبح برضو او معظمها بتكون للطرط والجاتوهات والحاجات دي. السكينة بقى اللي بعدها دي بقى اللي مؤكدة للطرط والجاتوهات والحاجات دي. بصوا، سلاح طويل عريض الى حد ما، مشرشر زي ما انتوا شايفين كده او مدبب اهو. تمام، معايا السكينة اللي بعدها زي ما انتوا شايفين كده برضو للدبيح لخلاف. وطبعا الناس اللي عارفة او الجزارين او الناس اللي بتكون عارفة في انواع السكاكين عارفين كل سكينة من دي تخصصها بيكون ايه بالظبط. انا اللي انا اعرفه كده ان السكينه دي بقى بالذات تحديدا بتكون بتاع خلي العظم او خلي اللحمه من العظم، مثلا زي الرقبه، زي الضلوع، زي الكتف، بيكون في اماكن كده مثلا في الدبيحه فيها اماكن فيها حتت لحمه مخفيه كده شويه، فبتكون محتاجه سكينه سلاح رفيع وطويل زي ما انتوا شايفين كده. طبعا معايا كمان الماسك ده، بيكون ليه سنين كده زي ما انتوا شايفين، ده بيكون بتاع الاسباكيتي، بتاع الستيك، الحاجات دي، بحمر بانيه، بشوي كفتة، الحاجات دي. الحاجات ايه؟ عشان ايه يعني وانا استخدمه كده واشيل، فاهميني؟ لا اعمل بسكينة ولا بشوكة ولا كده، نظام شوكة يعني. تمام، معايا كمان السكينتين الحلوين دول. بصوا شوفوا شكل السكينة عاملة زي دي، برضو بتكون بتاع الستيك، بتاع ال البانيه، الكبدة، الحاجات دي. بصوا شكل السكينة، مشرشرة الى حد ما، خفيف والله. دي تحديدا بقى، ودي انا مش عارفة هم بتوع ايه تحديدا، بس برضو العباقرة في المطبخ يقولولنا دول بتوع ايه. تعالوا بينا اما نشوف الدور التاني في ايه يا جماعة. عصاصة ايدك كده، ايه الدور التاني يا جماعة؟ الدور الاولاني اهو، الدور التاني اهو، بسم الله ما شاء الله. معايا 6 من الكذلك المشرشرة. طبعا الستة بيكونوا مقاس واحد، 6 كذلك مشرشرة، 6 نفس المقاس. معايا 6 كذلك كمان مش مشرشرين او ناعمين او سنهم ناعم زي ما انتوا شايفين كده، بيكونوا برضو نفس المقاس، نفس المقاس. تمام، دي برضو قطعة معايا حلوة قوي وتتميز بها شنطة السكاكين، عشان لو عندنا فرح، عندنا عزومة، عندنا دبيحة، طبعا شنطة السكاكين كده مميزة جدا. شنطة السكاكين دي يا جماعة سعرها حلو قوي ومناسب، نوصلها في جميع المحافظات، قبلي وبحري ان شاء الله. استنينوا في فيديو جديد، اسيبكم في رعاية الله. السلام عليكم.